اللي بيحصل في النادي الاهلي، اللي بيحصل في النادي الاهلي والمستشار ترك الشيخ. واكيد كل الناس تابعتنا الاسبوع اللي فات طبعا، واحنا كنا في تصرفات ما كانتش عجبانا من ترك الشيخ ومن دافع النادي الاهلي. لكن بامانه اللي حصل الاسبوع ده خلينا نقول ان مجلس اداره النادي الاهلي للاسف واخد الموضوع بتعالي جدا، بتعالي جدا مش عارف ليه، ومسخر لجان الالكترونيه للهجوم على الراجل وبدون سبب. وانا بصراحه تابعت المبادره اللي قام بيها كابتن والاعلامي الكبير محترم الكابتن احمد شوبير، اللي انا بعتبره افضل اعلامي في مصر، افضل اعلامي رياضي في مصر حاليا. الراجل ده سواء واتفقنا سواء هو اهلاوي انا زملكاوي هو زملكاوي اهلاوي يعني دي حاجه ودي حاجه، لكن انا من وجهه نظري الراجل ده افضل اعلامي في مصر، اعلامي رياضي. الراجل اهلاوي بيعشق النادي الاهلي، هو ما قالش حاجه غلط، وتربى في النادي الاهلي وشال شرط النادي الاهلي وعاش سنين جوه النادي الاهلي وياما واقف مع النادي الاهلي. طب الراجل غلط في ايه؟ يعني بصراحة شايف حاجات بتحصل غريبة جدا، وهو ما عملش حاجة يستاهل اللي اتعامل عشانه والشتيمة والسوشيال ميديا والمهاجمة والهجوم على الكابتن شوبير بصراحة. طب ايه السبب؟ طب ايه وعضوة في مجلس ادارة تقعد تهاجمه وتنزل تويتر عليه؟ طب ايه السبب؟ انا بعتبره في المكالمة دي اللي هو عملها مع ترك هو بصراحة عامل زي الاب الحنون، عامل زي الاب الحنون يا جماعة اللي هو بيحب ناديه وبيحب ابنه وبيخاف عليه. هو ايه اللي عمله؟ واحد بيحب النادي وبيعايز بيسعى ان يحل الازمه. إيه طب ايه المشكله؟ طب في ازمه بين المجلس وترك بيحلها، ايه المشكله؟ لكن النت نسيت بسرعه كل اللي عمله كابتن شوبير قبل الانتخابات، والدور الكبير اللي عمله قبل الانتخابات. انا كنت بايد محمود طاهر، كنت اسمع الكابتن شوبير كنت بحس نفسي ان انا هتغير بكره من كلام الكابتن شوبير اللي عمل كابتن شوبير في مجلس الخطيب. لكن سبحان الله اي حد بيهاجم المجلس ده يا جماعه، مجلس الخطيب بالذات زوار بيتداس عليه كده اهو، شتيمه تشتغل من الناحيه الثانيه، هجوم يشتغل من ناحيه ايه؟ ايه الكلام ده؟ كابتن شوبير كان من اسباب فوز الكابتن الخطيب على كابتن على المهندس محمود طاهر. الراجل اتصل بالشيخ ترك وطلب منه دعم للنادي. النادي بيحبه ما غلطش في حد وما اسقش لحد. ليه الدنيا تقوم وتقعد؟ طب ايه اللي حصل؟ ومصلحه مين؟ نفسي اعرف. يعني انا مش شايف حاجه حصلت لده كله. هو لو مؤاخذه يعني معلش يا جماعه اسف يعني، هل هو طلب حاجه لبيته لنفسه؟ ده مطلب للنادي الاهلي. وراح بيتكلم بكل شفافيه وبكل فرحه وبكل سعاده. عادي اشوف استاد الاهلي وعادي اشوف صفقات للاهلي، ما شفتش ولا صفقه. يعني انا من امبارح شايف صفقه لواحد مش عارف لاعب من اسوان. الاهلي وصل بيه الحل كده؟ اكيد كابتن شوبير كان زعلان. انا مش عايز الناس تقعد تقول هنقعد، انا مش بتكلم، انا بصراحه مستغرب ان واحد بيحب ناديه وبيدافع عنه الناس بتهاجمه بالطريقه دي. لما دافع عن نادي الزمالك الناس تقعد تهاجم ليه؟ انا بحب النادي، بحبه، انا بعشق تراب نادي الزمالك مثلا، أنا لازم ادافع عنه. فانا بشوف الكابتن شوبير ليه الهجوم ده؟ واللجان الالكترونيه اللي شغال عليه وعيال سنها 15 16 سنه هتغير وجهتي؟ لا طبعا. المهم المره دي بصراحه وبامانه انا شايف ان ترك مش غلطان في حاجه، بالعكس انا بحمل مجلس اداره الاهلي الغلط في الموضوع ده كله، ان الراجل مد ايده للصلح وقال انا هسحب كل القضايا بتاعتي، ولو حد طلب مني لعيبه هجيبها ومش هتاخر وخلاص، والازمه دي اعتبرها انتهت تماما، واعتبرها دي سحابه صيف وخلصت والموضوع انتهى. يكون جزاء الهجوم الرهيب ده وبعد كده المجلس وبعد كده تجاهل المجلس ده وعدم الرد؟ يا عم رد عليه بالايجاب او بالسلب، يقول لك اصل هو لو وافق هيبقى اكد الكلام اللي اتقال عليه. يا عم ايه الكلام الصغير ده؟ احنا قاعدين اصحاب شله مع بعض. ايه ده؟ يعني انا مش فاهم، هل ترك ده مره هاجم كيان الاهلي؟ ما حصلش. هاجم جمهور الاهلي؟ هو مشكلته مع شخص. فهو كمان مد ايده، احنا عندنا في البلد في الصعيد لما يبقى فيه طار طار واجي لك لغايه بيتك انتهى الموضوع. شوف بقول لكم طار. وقعد مد الراجل ايده وعاد الصالح وقال لكم مفيش مشاكل، لعيبه عايزين، قال له احمد والناس مسكت، وازاي يقول له احمد ومش عارف ايه يا احمد؟ ايه التفاهه دي يا جماعه؟ انتوا سبتوا لب الموضوع كله ومسكتوا في كلمه احمد؟ يعني بصراحه يعني ده الحاجات اللي انا شايفها، في حاجات موجهه يا جماعه والله العظيم لدرجه ان الواحد بيخاف يتكلم اي كلمه، لاي كلمه بتتكلم دلوقتي بتتحاسب عليه. يعني انا مش متخيل مثلا واحد زي الكابتن شوبير افضل اعلام رياضي في مصر ان هو يحصل معاه الطريقه دي. واللي بيهاجمه مين؟
اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو واقف معاهم ونجحهم، وجمهور النادي الاهلي اللي هو، بس مش كلهم بامانه طبعا. اقول لكم على معلومه يا جماعه والله يمكن ما تعرفوها، ان الكابتن خطيب كان مرحب جدا بالمبادره دي، كان مرحب جدا بمبادره ترك، وكان عاوز يعني يصدر بيان يرد عليه ويرد عليه باحترام، لكن نائب الرئيس اللي هو العمري فاروق هو اللي رفض، هو راني علواني واللي ما حضرش الاجتماع، بس هي اعلنت ان هي رفضها تمام للصلح ده. ومعاهم تاني اللي هو محمد الجرحي، رفضوا تماما وقالوا احنا مش ممكن يصدر بيان للمجلس الاداره او التراجع او التجاهل او اي حاجه، لا احنا مش ممكن يبقى في صلح بيننا وبين الراجل ده. طب يا جماعه انتوا معلش، هو الموضوع مش بيبقى شخصي، انتوا بتكلموا عن كيان، انتوا عاجبكم حال الاهلي؟ يعني عاجبكم ان الاهلي لغايه دلوقتي ما يعملش صفقه؟ يعني هل مفيش غير احمد علاء بس اللي احنا شايفينه؟ وامبارح واحد من اسوان ومش عارف اسماء غريبه بسمعها كده، يعني مفيش فين الصفقه؟ انت دلوقتي لما تيجي تقارن، كنت زمان اقول انا مع محمود طاهر، والناس كانت تهاجمني تقول انت